هيثم، مباراة الهلال والنصر، نعم كيف تقرأها؟ نعم مباراة الثلاثاء. طيب كابتن مدثر قال كلام حلو في موضوع النصر، انه النصر يفتقد شويه مرات للتنظيم الدفاعي. نعم. يعني مش على مستوى الافراد كقيمه، لكن التنظيم الدفاعي فيه خلل. المباراه دي للنصر، انا اعتقد النصر خليه المفروض يكون عنده الثبات الانفعالي، بمعنى المباراه دي نفسيا للنصر مرغوبه جدا، فممكن تهز شويه اللعيبه حماسا وايه فتطلعهم من جو المباراه. عشان كده لو في ثبات انفعالي، ده شغل نفسي المفروض يشتغله المدرب بالاضافه للشغل التكتيكي والفني. الثبات الانفعالي ممكن يثبت النصر في المباراه دي. الهلال في المباراه دي عليه بالحذر الدفاعي، الهلال انه تنظيم دفاعي كان سيء، لكن بخطه جارديم الجديده اللي هو تثبيت المحور وانه كانه برضه يلعب، يعني بدا يشدد على انه يحسن الوضع الدفاعي للهلال. انا افتكر في ثغره في الهلال دفاعيه كتنظيم دفاعي، هي دي المشكله. النصر انا اعتقد الثغره فيه حتكون الثبات الانفعالي بتاعه. مباراه يعني ديربي لا يخضع لاي حسابات، ما يعني للاسف الشديد لانه ديربي. طيب انا حنقدر اسالك سؤال بطريقه، لو انت مدرب النصر وقالوا لك يا اخي العب على نقاط ضعف الهلال، كنت حتلعب على ايش بالضبط؟ العب على عمق الدفاع الهلالي، عمق الدفاع، بالضغط على عمق الدفاع، لانه انا عندي لعيبه مهاريين جدا بيجيدوا انه يلعبوا الكره بسرعه ويتناقلوها من باصات سريعه. عمق الدفاع الهلالي ثقيل،